اهلا بيكم. النهارده هنتكلم على موضوع جديد اللي هو كودوس كلاسيفيكيشن فور كولونيك نيوبلازمز وذ هاي ماجنيفيكيشن اندوسكوبي. ده خطوه زياده بعد ما اتكلمنا قبل كده عن باريس كلاسيفيكيشن وعن اللاترال سبريدنج تيومرز، انما هنا في حاجه خاصه جدا ان في ماجنيفيكيشن، في كمان ستيننج عشان احط الليجنز اللي بشوفها في كلاس معينة. قبل ما اتكلم على كودوس كلاسيفيكيشن هكلم ايه اللي حصل مع كودو والمجموعة اللي معاه. في سنة 1994 كودو والمجموعة اللي معاه جابوا اكتر من 14,000 عيان وشافوا النورمال ميوكوزا وشافوا الميوكوزا اللي فيها ليجنز بوليبس، وعملوا ماجنيفيكيشن للليجنز دي بعد ما عملوا لها ستيننج وبصوا على الاوبننجز اوف ذا كريبتس اللي هي دي، ده الكريبت وده الاوبننج بتاعته، وقارنوا اللي شايفينه بعينيهم بالمنظار في الماجنيفيكيشن والستيننج باللي موجود في الهيستولوجي، وتوصلوا الى ان ممكن ان انا من شكل البيت باترن افرق بين النيوبلاستيك والنون نيوبلاستيك ليجنز، واقدر اعرف اذا كان الانفولفمنت اوف ذس ليجن بس في الميوكوزا ولا واخد الميوكوزا والصب ميوكوزا في ديبر انفيجن. كانوا بيبصوا على الليجنز دي على their appearance الستراكشر والستيننج باترن، ومن دون طلع الكودوس كلاسيفيكيشن اللي مقسم البوليبس انتو 5 كلاسز، منهم واحده متقسمه لمجموعتين يبقى تقريبا 6 او 7 مجموعات. اول حاجه العادي خالص الاقي البيتس راوندد زي this slide. تايب 2 كودوس كلاسيفيكيشن بيبقى الاوبننجز ستيلر او استرويد بيتس، استرويد بيتس بهذا الشكل، ودي بشوفها في بعض الحالات زي الهايبر بلاستيك بوليبس والسيسايل سيريتد ادينوما سلاش بوليب، والاثنين دول يعتبروا benign lesions. نمبر 3 في منها حاجتين S4S3 small و L4-3 large، طبعا زي ما الاسم بيقول يبقى دون smaller bits than the normal أو tubular bits بس smaller than the normal، وده الشكل بتاعها. بالنسبة لل L type بيبقى openings بتاعتها large rounded أو الأغلب بتبقى tubular bits، وسواء دي او دي بيبقى ادينوماز ويز لو جريد ديسبليزيا. تايب 4 اكستنشن منهم بيبقى شكل البيتس عامل زي البرين برانش لايك اور جايروس لايك بهذا الشكل، ودي برضو ادينوما بس فيها هاي جريد ديسبليزيا. التلات اشكال دي لو كانت ريجولر ان شيب تديني انديكيشن ان انا انترا ميكوزا ليجن والاندوسكوبيك تريتمنت ينفع معاها قوي. نمبر 5 اللي هي النون ستراكشرال بيت باترن ملخبطه تماما، مفيش اشكال خالص للبيتس اللي هي النون ستراكشرال تايب، ودي غالبا بتبقى مالجنانت بوليب ودي فيها ديبر انفيجن اوف ذا سب ميوكوز، ما ينفعش معاها ان نعمل اندوسكوبيك تريتمنت، بعمل لها ريفيرال فور هاير سنترز فور اسسمنت، في الغالب الاحيان بيحتاج سيرجري. دي مجموعه ثانيه من الاشكال لنفس الكلاسيفيكيشن، ذا نورمال شيب اوف ذا بيتس لو بص لها من جنب، هنا حاطين انديو كارمين صبغين بانديو كارمين، ودي الاسترويد تايب اللي بشوفها في الهايبر بلاستيك بوليبس والسيسايل سيريتد ادينوما بوليب، ودون هي نفس السلايد اللي فات، وده سلايد تاني للتيوبولار باترن او تايب 3 بيت باترن ادينوماز برضو، وده مثال كمان للجايروس لايك او برانش لايك ادينوماز، وده مثال الكومبليتلي امورفوس كومبليتلي نون ستراكشر. كده احنا خلصنا البرزنتيشن بتاع الكودوس كلاسيفيكيشن. انا هحط هنا تو لينكس اليوتيوب فيلمز من افضل الافلام اللي شفتها بتوري يعني ايه كودوس كلاسيفيكيشن، بتوري ازاي نستخدمه فور كلاسيفاينج ذا تيومرز. It's very high tech videos. You can have just a lot of information from these.
Thank you.